الحمد لله سبق لي وأن شاركت في 3 مسابقات. العام الماضي شاركت في مسابقتين في الأولمبياد الدولي للكيمياء والأولمبياد المدريب الدولي للكيمياء، وهذه السنة شاركت مرة أخرى في الأولمبياد المدريب الدولي للكيمياء. في الأولمبياد المدريب الدولي حققت ميداليتين برونزيتين، وفي الأولمبياد الدولي للكيمياء حققت ميدالية فضية. الفضل بعد الله يعود للوالد والوالدة، حيث كانوا حريصين يعني على أنهم يدخلوني برامج موهبة من يوم ما أنا في الابتدائي. دخلت مثلا زي برنامج مشكات اللي كان عندنا في الرياض، دخلت كذلك برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات اللي كان معروف سابقا باسم ستيم، وبعدين سجلوني في اختبار موهوب اللي رشحك إلى برنامج الأولمبياد الدولية، والحمد لله توقت في مجال الكيمياء وتسنت لي الفرصة أن أشارك في التدريب المكثف اللي أقيم في كاوسيا عام 2019. ومن هناك انتقلت إلى تدريب ملتقى النخبة، بعدين ملتقى الشتاء مرة ثانية، بعدين تدريجيا ملتقيات أخرى وأخرى وتدريب مكثف وتدريب مكثف، إلى أن وصلت للتدريب المكثف في عام 2022. في التدريب حقنا إحنا نحل مسائل في مختلف مجالات الكيمياء. قبل أسبوع كنا نركز على الكيمياء غير عضوية وعلى تفاعلات الكيمياء عامة، بعدين في هذا الأسبوع لسين نركز على الكيمياء العضوية، نركز على التفاعلات وميكانيزمات التفاعلات، ونركز على الأسئلة التحضيرية اللي الواحد مفروض يحلها ويتدرب عليها عشان تعده للمسابقة الدولية اللي ستقام بعد كم أسبوع. التدريب حقنا يقام على أساس 8 ساعات كل يوم لمدة تقريبا شهر أو أكثر، تكون كلها متواصلة. طبيعي ان بعد كل هذا الجهد الواحد بيتعلم الانضباط النفسي والاصرار والمثابره في العمل، سواء في حياته العاديه ولا حتى في الجامعه بعد ما يتخرج من البرنامج. فهذا الاصرار والمثابره تظل معه كل حياته، وهذا بفيده يعني في اي كل نواحي حياته. اول مشاركه لي في مسابقه موهوب كانت في مجال الرياضيات، ولكن ترددت في أني أكمل في البرنامج وبعدها انسحبت. جاء العام اللي بعده استنت لي الفرصة أشارك مرة ثانية في نفس المسابقة، مسابقة موهوب، لكن هذه المرة كان في تخصص مختلف، تخصص العلوم. ولكن نفس الشيء صار معي، لحيث أني ترددت في حيث أني أبغى أكمل ولا لا. ومرة أخرى انسحبت من البرنامج ورجعت بيتي. السنة اللي بعدها دخلت نفس المسابقة، مسابقة موهوب، ولكن هذه المرة دخلت في مجال الكيمياء، والحمد لله هذه المرة قررت أني أكمل، والحمد لله أنا الحين موجود في كاوس أخضع لتدريب مكثف. الكيمياء حبيتها لأني صراحة كنت أشوفها شيء أقدر أفهمه، أقدر أستوعبه. يعني كان في تخصص العلوم كان عندنا كيمياء وفيزياء، الفيزياء ما كنت أشوفها واضحة مرة بقدر ما أن الكيمياء كانت سهلة بالاستيعاب بالنسبة لي. أشوف أن أنا كان ميول شخصي وانجذاب بس من ناحية أنا لتخصص الكيمياء. بإذن الله مسابقتنا القادمة راح تكون الأولمبياد الدولي للكيمياء، كان المفروض يقام في الصين ولكن سيقام عن بعد، وسنختبر أنا وباقي الفريق في مقر موهبة في الرياض. المسابقة ستقام من يوم 10 جولاي إلى 18 جولاي، وبإذن الله أطمح لأن أحقق أول ميدالية ذهبية في هذه المسابقة إن شاء الله.